اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وحلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. زي ما عودنا حضراتكم مع اسرار الحياه بنتعلم وبنستفيد وبنكشف سر من اسرار الضيف اللي معانا. قبل ما ابدا حلقتي دعوني اصبح باستاذه ايه زميلتي وصديقتي العزيزه. صباح الخير يا استاذه ايه. مساء الخير يا استاذه هند. مساء الخير يا استاذه مساء الخير. مساء الخير على ضيوفنا المنورين. اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء طبعا الحلقه النهارده بتتكلم عن الشغل الاونلاين في ظل ازمه كورونا. طبعا احنا كنا زمان كنا بنخاف نشتري اي حاجه من على السوشيال ميديا ما تكونش بنفس الماتيريال ونفس الشكل والمنظر، فكنا بنخاف صراحه نشتري اي حاجه، لكن مع وجود كورونا اضطرينا ان احنا نشتري من على السوشيال ميديا. ومع مرور الوقت عرفنا ان فعلا ان السوشيال ميديا بيعرض حاجات كويسه، وفي بالظبط بيدجات كويسه جدا بتعرض حاجاتها بنفس المستوى ونفس الكلام. طبعا انا مش هطول في المقدمه لان دعونا طبعا نتكلم مع اصحاب اكبر بيدج طبعا، ولو كل الاحترام والتقدير بامانه على المستوى الراقي اللي بيقدمه للعميل. معانا استاذه شروق، اهلا وسهلا. معانا استاذ محمد، اهلا وسهلا بحضراتكم النهارده. في البدايه عايزين نتعرف بحضراتكم. قبل ما نبدا اي كلمه عايزين بس نتعرف بحضراتهم اكتر، نتعرف على شركه حضراتهم اكتر. اهلا وسهلا. انا شروق، خريجه بكالوريوس تجاره شعبه محاسبه. اهلا وسهلا استاذنا. انا محمد جمال، خريج نظم معلومات. تمام. وهو يعني شغل السوشيال ميديا والويب سايتس والكلام ده شغلنا اصلا الرئيسي قبل ما ندخل في السوشيال ميديا. بس في البدايه انا حابب يعني ارحب بالمشاهدين وارحب بحضراتكم وبشكرك جدا على المقدمه اللي حضرتكم فيها. احنا باختصار يعني زي ما استاذه هند ذكرت اللي احنا في ظل ازمه كورونا ابتدينا نتوجه بشكل مختلف شويه في بيع الاونلاين والكلام ده. طبعا في بيجز كتيره موجوده على السوشيال ميديا، بس احنا لما ابتدينا نفكر ان احنا نشتغل على السوشيال ميديا فكرنا ازاي نشتغل بشكل مختلف. في يعني احنا اهم حاجه عندنا الكواليتي، المصداقيه طبعا ده رقم واحد. ده شيء يعني وبين العميل هي اللي بيخلي فيه مصداقيه هي الكواليتي اللي احنا بنديها للكاستمر اصلا. يعني انا قبل ما الحاجه بتخرج من عندي انا بتشيك عليها وهي لسه في المصنع اصلا، هي خلاص خارجه بالشكل اللي انا مستلمه من المصنع بنفس المواصفات. وفي نفس الوقت بشيك عليها تاني قبل ما بتخرج للشحن. تمام. بعد كده بعد ما الكاستمر بتاعي بيبتدي يعمل الاوردر ويوصل له ببتدي اتشيك مع الكاستمر حتى بعد الاستلام ان كل شيء ماشي تمام بنفس الحاجه اللي طلبها نفس الكواليتي. لو في اي مشكله طبعا ببتدي اتعامل بعد كده. ده حضرتك بتعد مراحل على توصل للعميل. هو الفكر ان هو بيتابع كل حاجه. بنتابع. ايوه مش مجرد تاخد الخامه بالظبط وتوديها بالظبط. يهمنا جدا ان العميل توصله المنتج 100%. يعني طب معلش السؤال، انا هنا اللي بيتعرض زي اللي بيوصل ولا ده غير ده؟ لا لا لا، يعني اللي بتعرضوه هو هو اللي بيوصل. في حاجه فيها اي ديفو ما بطلعهوش حتى لو بسيط، يعني حاجه مش ملحوظه اصلا ممكن العميل نفسه ما يلاحظهاش. انا بالنسبه لي دي غلطه ولازم ترجع المصنع تاني. ممتاز. بالظبط. يعني لازم تروح له الحاجه 100%. وانا يهمني ان العميل يشتري مني مره واثنين. اصل حضرتك ما دام في مصداقيه خلاص بقى العميل خلاص الصفحه بتاعت حضرتك والبيج بتاع حضرتك ده خلاص ليه مصداقيه. ايوه. لكن انا الخامات بتاعتي مش هتبقى كويسه مش هقدر طبعا اشتري اللي هي مره واحده اتدبست بمعنى اصح. أيوة. ومش هرجع. لا لا احنا عندنا ما فيش كونسبت اللي انا اتدبست خالص. يعني انا بالعكس انا يعني زي ما قلت لحضرتك انا بعد ما المنتج بيخلص او بيبتدي يوصل للكاستمر انا ببتدي بعد كده اتابع معاه. يعني هل حضرتك استلمت المنتج؟ طب وصل زي ما حضرتك طالب؟ في اي حاجه؟ بالظبط كده. بالظبط. طب في طبعا عميل دايما اللي هو ايه انا الحاجه مش عاجباني بعد ما توصل ايه الحل مع ده؟ لا عادي مفيش مشكله انا بفهم منه بس ايه السبب. بس يعني طبعا في توصيل مصاريف شحن بمعنى اصح. اكيد اكيد. بس هي الفكره كلها انا مش مبدا ان انا هعمل مرتجع فانا بتأزم في المرتجع. لا انا بفهم الاول ايه المشكله. يعني هل في مشكله في المنتج؟ هو طلب حاجه وصلت له حاجه مثلا. بس انا ببقى متاكد ان هي نفس الحاجه اللي هو طلبها هي واصله له. تمام. فبفهم هل في غلطه هو شافها انا ما شفتهاش مثلا او في عنده مشكله ثانيه. وارد جدا اشتري حاجه ما تعجبنيش ما طلعتش بنفس الكواليتي او الحاجه اللي انا كنت متخيلها. الحاله دي ادفع حق الشحن وخلاص بتعامل معاه. طب خلاص حتى في بعض الحالات انا بتحمل الشحن ما فيش مشكله عشان ما اخسروش الكلاينت. يعني انا يهمني جدا ان هو يفضل معايا. في بقى هنا نقطه فظيعه اللي هي يعني تطلب الحاجه بعد كده تقول لك اصل انا وزني زاد.
طب انا مالي بقى لازم اتعلم انا. طب ايوه بالظبط. هو انا حاليا في الفتره دي يعني البيج بتاعتنا لسه ما اشتغلتش قوي على اللبس الحريمي لان احنا كنا شغالين في الخليج. تمام. انا كنت لسه اسال حضرتك نقطه انطلاق البيج بقى بتاع حضرتك. ايوه احنا كنا شغالين اصلا 3 سنين في الخليج. تمام. فالصفحه بتاعتنا اصلا سبب انشائها كان بره مصر. تمام. دلوقتي بقى حاليا بقالنا عده شهور شغالين في مصر بس ركزت على الاحذيه والشنط واللبس الرجالي. تمام. انما بالنسبه بقى للبس زعلانه من الستات شكلك كده. لا لا مش موضوع زعلانه لا. طيب انت زي ما انت بقولتي كده بالظبط. بس الصراحه بيغلبوا بيغلبوا. خلاص خلاص خلاص. لا لا بصوا عموما طيب نستأذن بس من الساده المشاهدين فاصل ونواصل. ورجعنا لكم تاني مشاهدين الكرام ولسه مكملين حديثنا مع استاذه شروق. احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل عن انطلاق البيجي كان فين اصلا. احنا ابتدينا من الخليج. تمام. بقالنا 3 سنين كنا شغالين في الاونلاين في الخليج. تمام. الشغل يعني في الخليج مختلف. كنا شغالين في الملابس الاحذيه في الرجالي اطفالي كده. بقالنا عدة شهور شغالين مصر حاليا. بس تركيزنا الاكتر على الاحذيه والشنط والملابس الرجالي. بالنسبه للحريمي لسه ان شاء الله الفتره الجايه هننزله الشتويه. نديها امل ان هي تشتغل في الحريمي. لا والله انا عايزه اشتغل فيه بس هو العيب بس عارفه انت المقاسات. اللي هي تكنيك. وانا يهمني بالظبط ان الحاجه توصل للعميل مظبوطه والمقاس مظبوط. واحنا ب100 راي صراحه يعني الحريم دايما ب100 راي اللون. اللون المقاس الدرجه. انما في الاحذيه والشنط عارفه يعني برضو انا بشتغل في حاجه اللي هي زيها يعني ما تقدريش تفرقيها عن بره. اهم حاجه الكواليتي بتاعتها تكون عاليه. يعني حضرتك اشتغلتي في الخليج واشتغلتي في مصر. بس بامانه لا يمين اكتر شعب بجد يعني مهتم بالحاجات ديت او في يعني كراحه وكاهتمام. انا بدي الخليج والله العظيم بجد. لا 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 بصي هو الخليج ليه مميزات ومصر ليها مميزات تانية. يعني مصر السوق فيها كبير ما شاء الله يعني والبيع والشراء فيها احسن. تمام. بالنسبه للخليج يعني الناس هناك تعاملها مختلف. هادية شويه. هاديه شويه غيرنا. ايوه هاديه وبيهتموا بادق التفاصيل يعني يحبوا الحاجات بقى المستورده. يعني احنا اصلا في الخليج كنا بنشتغل على بنستورد من مصر اوريدي. هم بيحبوا بقى الحاجات الاستيراد. يعني ما يحبوش يحب ياخد من بره يعني عارفه زي ما انت برضو احنا في مصر تحبي تقولي اجيب من بره احسن الحاجه المستورده. المستورده عقده الخواجه. هي طلعت عند كل الشعوب. تمام تمام. طب انا عايزه اعرف بس من حضرتك برضو يعني بتعرضوا ايه العرض كصفحه او كتواصل ازاي برضو يعني التواصل بتاعنا بيبقى من خلال البيج بتاعتنا. تمام. يعني اي حد عايز برضو بطلب من الكنترول يعرضوا الصور بتاعه البيج بتاع حضرتك. تمام. احنا اي حد عايز يتواصل معانا عن طريق التليفون ارقام التليفونات او بيدخل على البيج ويطلب من الصفحه. حضرتك اللي بتودع الصفحه شخصيا ولا في مسؤول؟ انا واستاذ محمد. يعني لان ساعات خاصة لما بيبقى فيه اعلان او كده فبيبقى ما شاء الله يعني الكومنتات. خليني اسال سؤال يعني هو الراجل الوحيد اللي فيه. لا بس انا حاسس ما شاء الله ان انتوا يعني متحملين لا شويه على النساء. حضرتك شايف برضو ان الستات غلبيون شويه في الشيره والبيع والكل. والله هو يعني في فئه الرجال في فئه. لا 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 احنا عاجينا عادي والله يعني. لا لا هي في الفئتين في ناس عموما يعني احنا طبعنا في حد بيبقى متردد شويه يعني هو بيبقى عايز يشوف حاجه عجبته دلوقتي وممكن يحجزها وبعد كده يشوف حاجه في مكان تاني عجبته اكتر. فيعني لحظه التردد دي كلنا بنواجهها. التردد على 100%. يعني واحده من الناس كده مترددين بالظبط. يعني في اوردرات فعلا جات لنا وبعديها ممكن بثلاث اربع ايام جالنا تغيير عليها ان هي. والمشكله اللي بتحصل لنا مثلا ممكن نبقى خلاص خرجنا الحاجه دي للشحن اوريدي فببقى مضطر اسحب الحاجه دي من الشحن تاني وابتدي ابدلها له لو في الامكانيه. ايه نقطه مصاريف الشحن انا كتير يعني كتير قوي ان انا هي لا لو تبديل يعني لو انا خلاص العميل اكد الاوردر بتاعه اللي طالبها احنا خلاص هو بيتحمل مصاريف الشحن. لو حاجه غلطه بين عندنا احنا خلاص دي علينا.
طبعا مصاريف الشحن بتبقى بتاعتنا احنا. حضراتكم بتوصلوا كل المحافظات ولا محافظه معينه؟ لا مصر كلها يعني. بصي كل محافظه لحد البحر الاحمر اكيد يعني اتعاملتوا مع شركات اكيد كتير. هو احنا معانا طبعا اكتر من شركه شحن، وانا عايز اقول لك يعني احنا بنواجه صعوبه كبيره جدا في موضوع شركه الشحن، عشان كده بعض الاحيان ممكن يحصل يعني تاخير في الاوردر بسبب ان الاوردرات ممكن يبقى حجمها كبير فيحصل تاخير في بعض يعني بعض المحافظات مش كل. معلش استاذن حضرتك معانا مداخله. اتفضل. الو الو استاذه زينب اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي، عاملين ايه؟ الحمد لله، اهلا وسهلا بيكي في اسرار الحياه. اهلا بيكي حبيبتي، شرفتينا يا استاذه. الو بقول لحضرتك شرفتينا ونورتينا. ربنا يخليكي. الله يخليكي. معاكي استاذه شروق. ازيك؟ الو اخبارك ازيك؟ ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. ايه اخبار الحاجه اللي خدتيها؟ بصي انا مش عارفه اشكرك بجد ازاي على المنتجات اللي انا خدتها من عندك. انا كل حاجه خدتها جميله وخامتها كويسه جدا وكل الناس شكرت فيها. تسلمي، ربنا يخليك. الحمد لله كويس. ان شاء الله نستنى الاوردر اللي جاي بتاعك باذن الله. ان شاء الله. في مصداقيه يا استاذه زينب؟ نعم في مصداقيه في اللي بيتعرض؟ والله هي الحاجه اللي موجوده في الصور زي اللي بتبقى موجوده بالظبط وبتوصل لي، والتوصيل بيجي على طول ما بيتاخرش. حلو جدا. والاسعار جنب الخامه اصلا يعني باسعار رخيصه جنب الخامه اللي بتبقى موجوده واللي انا بشوفها. طب حلو جدا، حلو جدا. طب الحمد لله. اشكرك استاذه زينب. الحمد لله. شهاده كبيره طبعا. يعني نادر لما نلاقي حد يتصل ويقول فعلا ان الحاجه بتاعته كويسه. بصي هند، احنا عرضنا طبعا اونلاين كتير. كل واحد له مميزاته. فانا عاوز اعرف مميزاتكم. احنا جانا شغل كتير جدا. تعملوا بقى عروض على المنتجات؟ احنا طبعا بنركز على العروض يعني بشكل كبير، بحيث ان احنا زي ما قلت لك احنا بنهتم بالخامه جدا، وفي نفس الوقت ما بقاش السعر كبير. تمام. حتى يعني موضوع مصاريف التوصيل حتى في الحاجات دي احنا ساعات بنتحمل فوارق ممكن يعني مش كبيره، بس علشان يعني نكسب اكبر قدر من العملاء وفي نفس الوقت يشوفوا حاجتنا، وانا ببقى متاكد ان شاء الله اللي هو لما بيتعامل معايا يعني هيطلب تاني خلاص. لان زي ما قلت لك احنا بنقيم الحاجه شخصيا يعني. يعني انا بشوف الحاجه قدامي، لو انا شخصيا هقدر اشتريها فانا عارف ان هي مش ان شاء الله مش هترجع ما فيهاش مشكله. غير الاسعار، الخدمه اللي بعد البيع، هو دايما في ناس بيبقى هدفها اللي انا ابيعه وخلاص يعني. يعني مع احترامي البيجات كتيره موجوده بس هو خلاص ماليش دعوه بقى اي حاجه. واهم حاجه لا 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 ان الحاجه وصلته والحاجه عجباه ولا لا. يعني انا لازم خلاص عرفت ان الحاجه وصلت العميل بتصل بيه، وحضرتك ايه اخبار الموديل معاك تمام ولا لا. يعني الحمد لله ما حدش اشتكى. مبدأكم يا استاذ محمد ارضاء العميل غير الناحيه الماديه خالص. ايوه يعني لو في اي حاجه هو حتى علق عليها لا خلاص بنشوف ايه مشكلته، طيب خلاص هنحلها له. بس الحمد لله يعني ما صادفش الحمد لله قابلنا. صراحه يا استاذه شروق في مداخله تليفونيه ثانيه. استاذه شروق الو. الو اهلا وسهلا استاذه خلود. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. مع حضرتك استاذه شروق. يا استاذه اتفضل. ازاي حضرتك عامله ايه؟ البيج عامل بقى ايه؟ الحمد لله. ازاي حضرتك عامله ايه؟ محمد الحمد لله. الله يخليكي. حضرتك طلبتي من عندنا؟ انا طلبت شنطه وكوتشي، وحابه اشكركم على المنتجات بجد جميله. الحمد طب لله. الحمد لله بنفس الجوده اللي يعني بيعرضوها ولا حاجه ثانيه؟ لا هي الصراحه يعني مفيش فرق ما بين الصوره والمنتج. يعني هي مفيش فرق. لا ما فيش اي فرق الصراحه. طب الحمد لله. اعترفي ما تخافيش قولي الصراحه. اهم حاجه هتطلبي تاني صح؟ ان شاء الله. لا والله الصراحه هي حاجتهم جميله جدا. الحمد لله. ما شاء الله ربنا بجد يبارك لكم في الحاجات اللي بتعرضوها للناس. امين. استاذ محمد طبعا ورا كل نجاح بيبقى فيه شويه مشاكل كده. ايه المشاكل اللي واجهت حضرتك بقى في البيجي والصف؟ والله هو اكتر حاجه واجهتنا هي الشحن، مشاكل الشحن. يعني مش كل الشركات ملتزمه في المواعيد بالظبط، يعني في شركات ممكن تستلم المنتج وهو يعني ممكن يقعدوا معاه شويه لحد ما يجي له اوردرات ثانيه من اماكن ثانيه عشان يطلع الاوردر بتاعي. تمام. دي اكتر حاجه واجهناها. زي ما قلت لك احنا في المرتجعات مش بنواجه مشاكل كتير قوي بحكم ان احنا بنراجع الحاجه اوريدي قبل ما توصل للعميل سواء من المصنع او قبل ما توصل له. ممكن شويه في ضغط الرسائل والطلبات يعني ده يعني في بعض الاحيان خصوصا الفترات اللي احنا بنعمل فيها عروض او اعلانات.
تمام. بيبقى عندنا ضغط رسائل كبير، فساعات بيبقى مشاكل، في ناس بتزعل من التأخير في القرارات. بالظبط. ايوه بس اكيد في حد مسؤول يعني عن الصفحه برضو، مش حضركم بس. لا، في بس احنا يعني ليه انا بتابع الصفحه بشكل شخصي يعني؟ أيوة عشان بالزبط. تجنبا للاخطاء يعني، في محدش يقدر يعني يهتم بشغلكم الا بيكم. لازم اراجع أيوة باستمرار، لازم اشوف. فمثلا يعني احنا عاملين زي دايره عمل انا وشروق في حته تاكيد الاوردرات والمراجعه مع الناس والكلام ده، بتسجل اول باول، ولحد ما العميل بيستلم المنتج ده يعني انا متابعه خطوه بخطوه، الشحن وصل لفين. وطبعا شروق ليها دور كبير جدا في التعامل مع المصانع. طبعا علشان الحاجات كلها ايه حريمي. لا انا اللي بتواصل مع المصانع واتفق معاهم والحاجه هتيجي امتى وهتوصلني خلال صبوره. عايز اقول لك حاجه يا استاذ شروق، الفكره زي العسل دي. ايه فكره الشغل اونلاين، مين عرضها عليك؟ لا والله هي الفكره جات لنا كده يعني، احنا ما كنا شغالين بره مع ازمه كورونا، فقررنا ان احنا نبدا واحنا بره. حضرتك واستاذ محمد مع بعض. بدانا بره. انا عايز اقول لك يعني احنا هتلاقينا شركة في كل حاجه، مش مجامله فيها. ما شاء الله يعني، هي ليها افكار ليها افكار يعني كويسه. انا عايز اقول لك يعني معظم الموديلات اللي بتنزل الحريمي اللي على الصفحه هي بتنتقيها يعني. يعني انا بنقي برضه صاحبه يعني الزوف. اكيد ما هي مش بنزل اي حاجه زي بتختار. وبحاول في نفس الوقت اراضي جميع الاذواق برضو، بس في نفس الوقت بنقي الموديلات اللي هي الكواليتي بتاعها عالي، واني يعني مش هيجي منها شكاوي، وعارفه البنات بتحب ايه. أكيد. بقى والكعب والوسط. انا برضو عايزه اعرف الساده المشاهدين ان كمان الاسعار، لما انا دخلت على البيج وشفتها الاسعار رخيصه جدا، مش بالمنظر اللي احنا بنلاقيه او بالتكلفه الغاليه يعني. حضرتك لو نزلتي اي حته هتلاقي نفس الثمن وهتدفعي كمان مواصلات، فالاسعار عندهم رخيصه جدا يعني. اكتر شنطه عندهم ب 200 خد المركز الاولى جدا، لازم نخاف منه قوي جدا. لا اخاف فعلا، انا كان واحده من الناس اخاف، لكن دلوقتي الاونلاين كل حاجه. هو بعد ازمه كورونا بالاخص يعني، هي الفكره كلها اللي احنا ابتدينا ليه نتجه اونلاين. اولا انا قللت احتكاكي بالمحلات. استاذ محمد مش عارفه المداخلات دي جايه منين. عندنا الو، لا العملاء اهم. الو الو استاذ محمود، اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك، نورتنا. احنا محتاجين استاذ محمد. استاذ محمود رايك ايه في المنتجات يا استاذ محمود؟ لا المنتجات 100 يعني، المنتجات بتبقى كويسه جدا بنفس المصداقيه ونفس الجوده وكل حاجه. طبعا بنفس المصداقيه ونفس الجوده. طب الحمد لله ممتاز. اشتريت ليك ولا للمدام؟ اشتريت ليا. طب ليه؟ طيب والمدام فين؟ لا لسه ما كانش. لا خلاص، احنا هيبقى ليك خصم يعني، خصم خاص ان شاء الله بما انك بقى راجل وكده. ان شاء الله يعني، بما ان المداخلات كلها كانت سيئه فالحمد لله يعني في حد. بس يعني الحمد لله برضو يعني، انا عايز اقول لك على حاجه بخصوص بقى السوق الخليجي او السوق المصري في النقطه دي. يعني هو الخليج ممكن ليهم ميول شويه للاونلاين اكتر من يعني اكتر من في مصر شويه. تمام. بس انا عايز اقول لك على حاجه يعني، لو قارنت بيزنس قايم في الخليج وبيزنس قايم في مصر، لا احنا عندنا في مصر احسن بكتير. تمام. دي يمكن حاجه عندنا ضخامه في الشراء. هي ما اجيلك اي فلوس هنزل. ايوه احنا نحب الشراء قوي. أيوة العروض يعني، هي ما بنعرفش نحوش. بس دي الراجل مش لازم يكون مليان. لا هو ده تارجت الست دايما. ده تارجت. بس فلوس يعني، حضرتك بس صاحبه البيج، بس اول ما اجيلك فلوس هنزل على طول. حضرتك الاوردر بيوصل في خلال قد ايه؟ والله هو في القاهرة مش يعني مش بنتأخر، ممكن نفس اليوم تقريبا يعني. في ناس بيوصل لها نفس اليوم بعدها طب بيومين. لو مش في القاهرة وفي محافظة تانية؟ والله المحافظات بصي احنا دايما بندي نفسنا يعني وقت مساحة يعني لازم. دايما تلاقيني اقول من اسبوع لعشر ايام للمحافظات، خاصة لو محافظة زي الأقصر، البحر الأحمر، شرم، المناطق دي كلها بصراحة لا لازم ادي نفسي وقت، عشان حتى لو اتأخر الاوردر يبقى خلاص العميل عارف من البداية. بالظبط. فهو بيوافق بناء على يعني ما جاتليش مشكله ان هي انا طالب الاوردر لحد دلوقتي ما جاليش، انا مش الكلام ده كله. لا طبعا لازم. احنا مصريين. احنا مصريين. هو بقى ثلاث ايام عنده بس بيقول لك ما جاش. لو ده احنا عارفين احنا مصريين، احنا على طول عايزين الحاجه. الو الحاجه تيجي دقيقه بيعمل مشكله. بس بصراحه لا العملاء بتوعنا يعني ما شاء الله متفاهمين يعني لا برضو. على فكره عايز اقول لك على حاجه، هي الفكره كلها في يعني هو العميل بيطلب وعارف مثلا الفتره اللي هو هيوصل له فيها المنتج بتاعه
بتاعنا. بس هو يعني انا شخصيا لو طلبت حاجه وحسيت مثلا ان في تاخير، خصوصا لو انا منتظرها، في ناس بتطلب منتظر مناسبه معينه او كده بالظبط، ف يعني طبيعي بيسال من وقت للتاني. استاذ محمد يعني بعد قطع كلام حضرتك، انا هم فاضلين يعني على الهوا دقيقتين، دقيقتين ونص ان شاء الله. في حاجه انا كنت حابه اسالك فيها. عندك حضرتك شركه اسمها سمارت؟ تمام. ممكن تكلمنا عنها شويه يعني اخر دقيقتين كده؟ تمام. هي اسمها سمارت فيجن ايجنسي، هي شركه متخصصه في السوشيال ميديا والويب سايتس والسوفت وير. الشركه دي احنا انشاناها تقريبا في اخر 2017 في مصر، بس يعني كان تركيزنا اكتر على السوق الخليجي، يعني ده كان سبب من ضمن الاسباب اللي احنا انتقلنا للخليج يعني في الشغل وكده. احنا نرجعكم مصر طبعا، محدش يقدر يستغنى عن مصر طبعا. لا يعني برضه بلدك عارفه انت. بالظبط، يعني مهما رحنا اماكن هي لازم نرجع لمصر. بس هي الفكره احنا يعني يعني مثلا في شركات بنقدم لها حلول تكنولوجيه زي الويب سايت، لو ما عندوش ويب سايت او عنده مثلا صفحات فيسبوك او تويتر او انستجرام او الحاجات دي كلها احنا بنعملها له اداره. بس يعني اللي خلانا انتقلنا للخليج، لكن كان تركيزنا للخليج والحمد لله، يعني الحمد لله يعني الاسم موجود هناك. واحنا شغالين في مصر برضو، وان شاء الله هيبقى لنا مقر. تواصل سريع كده مره تانية عشان بس اللي ما خدش باله. التواصل من خلال الارقام اللي موجوده، وفي في صفحه اسمها سمارت فيجن ايجنسي برضو الناس تقدر تشوفها او تسيرش علينا. تمام. موجودين. حاجه اخيره هضيفها هي يعني احنا ان شاء الله من ضمن يعني البلان اللي احنا بنشتغل عليها انا وشروق، اللي احنا هيبقى عندنا حاجه اسمها الاوبن مول. الاوبن مول هو مش مجرد وقتنا خلص. انا شرفتوني استاذ شروق، استاذ محمد شرفتوني. تحب تقولي حاجه استاذه ايه؟ طبعا انتظرونا في حلقه جديده ومع سر جديد مع برنامج اسرار الحياه.